بس وصلنا لحد كام؟ رقم 10 سيستر ان لو، بسرعه يا جماعه. 11 ميك، 12 امبسي، 13 رويال اللي هي رقم سي، 14 ديسندنتس اللي هي الاخيره، 15 ابيرانس مظهر، 16 ستريت، 17 بوليتكس ستريت، ايوه something is a straight، الشيء المستقيم doesn't bend، لا ينحني or curve او يلف يعني. بعد كده politics 18 event ماشي، 19 ambition، 20 c، 21 d اللي هي coronation، 22 b اللي هي steer، 23 king is used to build castles، خلاع ماشي، 24 border اللي هي الثانيه، 25 lodge مالها؟ احنا مقتنعات الاولى يعني 20 هاف براذر از براذر اوف يور فازر، اخو ابوك ده، اخو ابوك ده عمك، هو اخو ابوك عمك، تمام. في الجزء اللي هو بتاع الدكتور سيرتي نزل المحاضره دي يا حسن راح شويه الشغل، معلش ولا رقم والله او الصفحه 27. طيب هنا الاسئله كده وكده، يقول ذا تو كانتريز بروك اوف دبلوماتيك ريليشنز اند كلوزد ذا امباسي، قفلوا السفارات. اللي بعدها نقط ذا فيري سترونج بيلدينج ذا كاسل، دكتور مجدي اوبورتيونيتي بريتش رويال فاميلي. بعد كده اربعه ار ديسندنتس، تمام، احفاد المهاجرين الالمان. ذا كورونيشن اوف ذا كينج از جويس، يعني موفيج، تمام. مستر جاكسون از نوغا دريست فاشنبل اللي هي رقم دي. اللي بعدها ستيرد اللي هي رقم سي. هيستوريك منشن ان عابدين از نيرز داون، ماشي قصر يعني اللي هي ماشي. ذا كاسل خدنا موت. ماي فريندز دريس از الموست ايدنتيكال، تمام. دي بقى اسئله في الاحداث دي، دي مهمه شويه. وير از رادولف راسنديل هافينج هيز بريكفاست ان هيز براذرز هاوس اللي هي الاخيره. وات ريليشن از رادولف راسنديل تو روز، العلاقه بين رادولف راسنديل ومين؟ وروز. رقم بي اللي هي هي از هير براذر ان لو، يعني زوج اخوها، اخو زوجها، اخو زوجها، قلت زوج اخوها، ما هو براذر ان لو يعني اخو الزوج او اخو الزوجه، اخو زوجها. ايوه احسن موقف بتاع المره اللي فاتت. رقم ايه؟ 10؟ 10 بيقول لك ماي فريندز دريس، يعني فستان زميلي از اولموست ماي فريندز دريس از ماي فريندز دريس از اولموست ايدنتيكال تو ماين. هي صديقه بتقول يعني ايه فستان صديقتي، فستان صديقتي خلاص. ماله بقى is almost identical، تقريبا متطابق to mine، تقريبا متطابق لإيه؟ لفستاني. نعم بس typical معناها نموذجي، مش معناها يعني موضع typical بتيجي معنى حاجة يعني يعني كما ينبغي، لكن هنا بيتكلم على التشابه، يبقى identical متطابق يعني شبه بعضه. 11 ما تنفعش سي ده 11 سي on the train لما هو كان في باريس وراح. حاضر رقم 11 يا جماعه، مش عايز كلام جانبي. رقم 11 اون ذا ترين تو دريسدن، لا غلط، اصل هو جه الرادر فرزندير كان بياكل الفطار فاق، ما كان متخلص بعلق، ما حدش علق خالص، كان بياكل الفطار فاق، كان بياكل في حجره في بيت اخو، دخلت عليه مين؟ روس. طب ماشي ده صح، لا التاني غلط، علشان هو ده الكلام اللي يزيد في الاحداث. ده هو هناك كان بيقول ايه؟
كنت بتوقع ان انا اجابلها في الفطار او ربما في كاس في العشاء او في الفطار، بس هما بس اكيد افطر يا عم. اسمعني، احنا ما نعرفش هو فطر ولا مفطرش اصلا، وممكن يكون راح العربه في وقت الفطار بس ما اكلش. يعني لما يجي السؤال بالله عليك ايهما ادق؟ دي الادق، هي دي الادق. ايوه، ما عشان ديكوا احنا ما هنا هنا فطر ولا مفطرش؟ في بيت روس كان بيفطر في بيت اخوه. طب هناك فطر ولا مفطرش؟ الله اعلم. فخلاص ما تقولش اها، اصل هو بيقول لك ايه، عايز يقول لك يعني هيجيبها لي من الناحيه دي. ما هو حاجه اتنين، يا اما السؤال غلط والمستشار مش هحطه، يا اما لو اتحط بالشكل ده بالتفسير ده. ولو السؤال غلط خلاص انا هقول لك اشطب وشيله غلط خالص. هو جايب السؤال هنا عشان يتكلم على الجزئيه دي. انا بقول لك اللي هو قصده المؤلف هنا، ده مش كتاب وزاره ولا هو كتاب يعني مثلا واحد يعني خالي من الاخطاء ولا حاجه، حتى كتب الوزاره. يا جماعة خلاص خلاص خلاص، ما تكلموش كلام جريب، انا قلت كذا مرة. يلا 13. رقم كام؟ 13. 12 بس، مش تبقى سي ولا بي؟ بي 12. بي 12 بي. رقم 13 هتاخد رقم سي. هي از لورد بيرلز 12. هي از هير براذر ان لو، اللي رقم بي. طب ما سي يعني هي از هير كازن، ده هو يكون ابن عمها. خلاص مفيش حاجه اسمها كازن له اصلا، هو مش ابن عمها. خلاص هو مش، طب هي لام ان هي مرته، هو مش ابن عمها خالص. ماشي، هي مرته. ايوه ماشي، هو بيقول لك هنا براذر لو، مش المفروض كان كاتب سيستر لو؟ ده هي اللي سيستر لو، هو براذر لو. بيقول لك هي، هو قال هي مش شي. 14 بي، 14 بي، 15 بي، 16 سي اللي هي او بي. ايوه مضحى ولا ايه؟ 17 دي، 18 سي، 19 دي، 20 سي، 21 بي، 22 بي. 19 حاضر، نكمل واقولها لك. قول عندي 15 من عند كم؟ قول من 18 تاني، من 18 سي 17 دي. قلنا ماشي افسرها يعني؟ لا لا 18 دي فيها مشاكل؟ لا 18 سي افسرها؟ جورج جابر الديوب بتاع ستريلسو اتزين، بس جابله في السفاره. مكتوبه في النص يا جماعه، رايته في السفاره بالامس. ايه رقم 19 دي فيها مشاكل؟ الاولى ما تنفعش لك زي لوك فورس دي. لا الضباط، وات ديد ذا اوفيسرز دو وين ذا ترين، ماذا فعل الضباط عندما وقفوا عند وصلوا الى الحدود؟ لوك فور يا حسن، لوك فور يا حسن. رقم 20 سي فيها مشاكل؟ 21 بي، 22 بي، 23 دي، 24 بي، 25 بي، 24 بي. حاضر. How was Rasendil different؟ كيف Rasendil كان مختلف عن الملك؟ He had red hair، كان شعره ايه؟ احمر. لا ده تشابه. He was good with a sword، كان جيد في المبارزه بالسيف اللي هو راسندل، والملك لم يكن بس ماشي. He liked easy life، كان بيحب الحياه السهله. ده وجه شبه وليس وجه اختلاف. He is taller than him، هو اطول منه. يعني كيف كان راسندل مختلفا from the king؟ راسندل هو الله، هو ما حددش في النص، بس انا مش عارف هم من خلال هم جابوها على دي، بس على واحد في الوطن افترضوا يعني حسب صح. لا لا هم اكيد ممكن. خلاص يا ما هم كده بيفترضوا ان مين راسل دلاتور، ان راسل لا ايوه راسل دلاتور. هم توقع ان هم كانوا في نفس الطول، لكن هو في حاجه لما جم قصاد بعض اللي هو واحده طول. كيف كان راسل مختلف عن الملك؟ انه اطول منه، ده بيعتبره غلط. انه اطول منه، اطول من الملك، ده بيعتبر غلط. يعني بيعتبر ان الملك اطول من مين؟ من راسل. هما كده بيعتبروا ان الملك اطول من مين؟ لا لا لا، الاختلاف هنا اللي راسل
وذاك الرسم في الصوره دي بين الاختلاف لراس الدربشي الاختلاف للملك بيقول لك كيف كان رسنديل مختلفا عن الملك يعني الميزه لان راس طيب هو هنا بيقول ان رسنديل اطول ما احنا حسبناها ما حلناهاش صح ايوه ما اخترناهاش الثانيه غلط لا الثانيه انا اخترنا الثانيه يا حسن الثانيه اللي صح اخترنا رقم بي هي واز جود وذ ا سورد الاخيره غلط لا لان الملك هو الاطول عرفت ان استاذ ما ذكرش النص عرفت ان من سؤال جيم ده خلاص المفروض ما يسالش السؤال ده خالص الا اذا كان جيم راح للنص الاساسي النص اللي عليكم بيبقى نص معدل لنص بي اكبر وراح جابها منه وحط عليها ايه سؤال او كان حسب هو فهمه وما لناش دعوه بفهمه ولا الكلام ده خلاص ايه بس هو ما حددش لو كان الملك نفسه مبرز جيل ولا لا كان ورا رسنديل يعني لا ايوه قال لك لا لا قال له اليس هو محارب جيد او كذا قال له لا الملك بتاعنا بيحب الحياه الايه السهله ما قالش بس تفهم ضمنا يعني وخلاص لو جه على سؤال يبقى مفيش حل الا كده خلاص وموضوع الطول ده المفروض ما يتحطش في السؤال زي ما هو حطه كده مش خلص كده لا كده كده ثينكينج خلاص كله تفكيرنا